باختصار أهلا بكم. في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية انطلقت المفاوضات بين الطرفين اليوم في إقليم غوميل في بيلاروسيا لبحث سبل وقف إطلاق النار بين القوات الروسية الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية من البلاد حسب ما يأمل الوفد الأوكراني. في أثناء ذلك أعلن وزير الدفاع الروسي أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناورات بطواقم معززة وذلك وفق أوامر الرئيس الروسي. برئاسة الكويت دعت جامعة الدول العربية في اجتماع غير عادي إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية سياسيا ودبلوماسيا كأفضل السبل لمعالجة الوضع الحالي. جاء ذلك في رسالة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، شدد خلالها على أهمية استعادة الاستقرار، لافتا إلى أن الأمانة العامة تتابع بقلق كبير التطورات المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر القحطاني ممثل دولة الكويت رئيس الاجتماع إلى أن هناك حاجة ملحة لتبادل الآراء لإيجاد حلول لهذه الأزمة الخطيرة وبلورة موقف عربي موحد يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويدعو لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وتسوية النزاع بالطرق السلمية. اجتماعنا اليوم يعكس الاهتمام والقلق البالغين للدول الأعضاء بخطورة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي والعربي منه، ونرى بأن هناك حاجة ماسة لتبادل الآراء وتنسيق المواقف من هذه الأزمة الخطيرة وبلورة موقف عربي موحد يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويدعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وتسوية النزاع بالطرق السلمية. تمكنت القطاعات الأمنية الميدانية بوزارة الداخلية المشاركة في تأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية من تحرير 10,769 مخالفة مرورية وحجز 108 مركبات وست دراجات نارية وإحالة 49 شخصا إلى جهات الاختصاص. وأكدت الإدارة بأن الجهود الأمنية التي بذلت خلال الاحتفالات هدفت إلى حماية المواطنين والمقيمين من أي سلوكيات سلبية. نظم فريق النادي العالمي لملاك دراجات هارلي فرع الكويت مسيرات بالدراجات النارية في عدة مناطق في البلاد بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية. قال رئيس الفريق الذي يضم أكثر من 200 عضو جميل العلي أن هذه المسيرات تعد أفضل مناسبة لتقديم هذه الرياضة للجماهير والتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة المرور وتشجيع استخدام الدراجات. أطلقت الهيئة العامة للشباب مشروع صحتك هي ثروتك لمكافحة السمنة للفئة العمرية من 6 إلى 14 عاما، ويهدف إلى نشر الوعي الصحي ومكافحة وباء السمنة. وقالت الهيئة أن مدة البرنامج 8 أسابيع، وهي عبارة عن خطة رياضية وتمارين نموذجية مخصصة للمشتركين، سيتم تدريبهم رياضيا ومتابعتهم غذائيا. انطلاق برنامج صحتك هي ثروتك، ومثل ما نعلم إخواني وأخواتي الكرام أن الصحة إن سقطت يسقط كل شيء، وبرنامج صحتك هي ثروتك مشروع إن شاء الله وطني على مستوى دولة الكويت نحارب فيه الوباء والجائحة العظيمة التي اجتاحت العالم وهي جائحة السمنة ووباء السمنة. تواصل وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي حملتها للتبرع بالدم خلال عطلة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج، والتي جاءت بعنوان الكويت بدمي. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية والوطنية إلى زيادة عدد المتبرعين بما يتناسب مع سد النقص بأكياس الدم في مستشفيات وزارة الصحة. طلب للجميع للحضور ومشاركتنا بعملية التبرع بالدم خلال فترة العطلة، حيث أن بنك الدم يعمل يومياً أثناء فترة العطلة من 7 صباحاً إلى 7 مساءً. إحنا بدورنا نقوم نحاول نساعد، يعني بدورنا أي فصيلة محتاجة نجي إن شاء الله ونسد المكان إن شاء الله. أول شيء سبب إنساني، وعشان النقص اللي قاعد يصير بالتبرع الدم والناس اللي تبي دم،
أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة تخيل بنسختها الرابعة لحفر الآبار في أكثر من 10 دول مستفيدة حول العالم. انطلقت الحملة اليوم وسط مشاركة واسعة مستهدفة حفر 56 بئرا كمرحلة الأولى بتكلفة قدرها 300,000 دينار كويتي. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحملة في الدول الأشد احتياجا بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية. إدخال الفرحة في نفوس هؤلاء من الصدقة. 100 كيلو هذه يأخذ يمكن 3-4 ساعات. وصلنا الحمد لله الآن لأكثر من 40 متر حفرا للوصول للمياه العذبة بإذن الله. نهايته باختصار، في أمان الله.